وهنا معاشر الأعزة غادي نشير لثلاثة ديال الأمور سريعة في هذه البداية. الأمر الأول، أول ما يستقبل به رمضان العزم على التوبة وتصحيح السير إلى الله. أيوة هذا هو واضح، وهذا الشيء ماشي غير كلام، عمليا مثلا ما عمر حفظتي آية واحدة من القرآن العام كامل، العام كامل ومسلم وكياكل معه في حال الخبز ونوض القيامة في الدوار، العام كامل ما حفظتش المسخوط آية واحدة، واش ما كنحشموش يا إخواننا؟ واش ما كنحشموش؟ وكنتقدوا العلماء وانتقدوا المفكرين وانتقدوا المسؤولين وانتقدوا، ما بقى كيتيق بنا انت في واحد، ومن اللي تجي تشوف هذاك اللي منوض آية واحدة ما يحفظهاش العام، ألا نستحي؟ فإذا كنت هكا غادي نقرر رمضان نقول غادي نحفظ فيه شي بركة، هذا العمل. ما عمري قريت القرآن غادي نتوب لله باش بقرأ العام كامل، ما عمري سمعت شي درس مقاد غادي نتوب لله نسمع الدروس، ما عمر يعني هذا هو الإصل، هذا هو العزم. عندي علاقة مع أخوتي، كاين اللي ما عنده مشكلة مع أخوته ولا مع والديه ولا كل شيء عنده المشاكل، كاين واحد كيقول لخوته أنا ما نبغيش شي واحد يدق عليا، أم سلام أوعوا في كورونا وفي هذه الأزمة البلاء، والواحد يمكن يعيش اليوم غدا يمكن يرحل، راه الإصلاح ديال ذات البين. شوفوا إصلاح ذات البين إلا كان عند الكفار كيرحمهم الله وكيعاونهم، وإلا ما كانش عند المسلمين واخا مسلمين ويصليوا إلا فسدوا ذات البين والله العظيم حتى ترجع الحياة ديالهم جهنم في الدنيا قبل الآخرة. حين عمدوا فاتقوا الله وأصلحوا ذات بين، بصاصم تيقول لا يدخل الجنة قاطع ورحيم. أيوه لا أنا أظلمني، أنا قال فيا وأنا وين قالوا فيك قاع شطره في ملك الله، هو قال فيك وبعد راه الناس إلا قالوا ما خصهمش يهضروا فيك، ولكن إلا قالوا راه حتى إلا هضروا فيك رد البال عاود، لأن راه بنادم ماشي هو هذاك، واش أنا معصوم وإلا هضر فيها شي واحد أنا نتقلق. لا ملاش تقلق، لاش كيحيد لك شوية ديال الذنوب كيخفف عليك، فلذلك إذا آذاك فقد أحسن إليك لأنه أعطاك الحسنات ديالو. غير الوقت اللي غادي نديرو قدامنا التعامل مع الله غتبدل الحياة ديالنا، التعامل مع الله هو الأساس. فإذا العزم أعزائي باش نصلحو الحالة ديالنا، نصلحو الحياة ديالنا. أنا ما تقول كي وأنا ما غاديش نقدر نصلي بالليل ما حفظتش القرآن، ما حفظتش قل هو الله أحد، قل أعوذ بربي الفلق، قل أعوذ بربي الناس، مزيان صلي بها أخويا، عاودها وركع بين يدي الله وسجد. تيقول لك انا ما حفظ والو اذا ما نصليش، ولاش ما تحفظش هاي وديك البركه؟ دابا الله يجازيكم بخير اللي حافظ الفاتحه وحافظ قل هو الله احد، صحابكم حافظ حاجه سهله ولا؟ والله العظيم وضع الكره الارضيه كلها لهذا الجهه ووضع الفاتحه لهذا الجهه، الفاتحه احسن من داك الشيء كله. كلمه وحده ديال الله تعالى خير من الدنيا وما فيها، علاش غادي نحقروها؟ فإذا أعزائي لابد من العزم. الأمر الثاني العزم على الصيام والقيام والاجتهاد، ويصبر بنادم ويكتر من السكوات ومن الذكر، يكتر بنادم من السكوات ومن الذكر، ما يضيع الصيام دياله في الخاوي، ما يضيع الصيام دياله في التليفون، جالس كيقرأ أغلب ما يكتب غير الحشو، كاين شي حاجات مفيدة ولكن الأغلبية غير الحشو، الأغلبية الحاجة اللي ما تستاهلش كاع تعطيها ميليغرام ديال الوقت. هذا. ثم أحبائي إذا رأينا الهلال، غير يخبرنا شفناه ولا تخبرنا، لأن بحال نقول اللهم أهله علينا باليمن والإيمان والسلامة والإسلام، ربي وربك الله كما ورد في الحديث. ثم ننوي الصيام في حديث حفصة في السنن، حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها
لا من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له. النية ديالك، لأن النية هي الساس ديال العمل. النية ملي كتقول أنا غنصوم لوجه الله عز وجل وفرحان لأن ربي وفقك للطاعة، شيء عظيم. ثم إخواني أخواتي، الحذر من المفسدات، وهو الأمر الثالث، الحذر من مفسدات الصيام، وعلى رأسها تضيع الوقت، الحشو ديال الكلام، زيادة الكلام والزيادة ديال تضيع الوقت والزيادة ديال تضيع المال والزيادة والزيادة. راه المال خصنا نردوا له البال بحال الهواء وبحال الماء، بحال الهواء. هانتوما شتوا في هذه الظروف ديال كورونا، شتوا الفلوس اش كتسوى، شتوا الاقتصاد. دابا تصوروا لو بلادنا لا قدر الله، لو بلادنا ما كانش فيها الخير، ما كانش عندنا الحمد لله فين نكحزوا، لو غادي نطيحوا ولا نخرجوا نسعوا في الدنيا في العالم، كنهاجروا ونسعوا في الضوء الاحمر وفي الضوء الخضر كما كنشوفوا شي ناس اخرين. راه ملي كتضيع الفليسات راه كتعرض الامه ديالك للهلاك. ايه حنا دابا راه ماشي غير الدول ديالنا اللي كنعيبوا عليها، كل واحد منا كيمثل دوله متخلفه عنده الاسراف، وكل واحد منا عليه من الكريدي اللي غرق له العمر كامل. مالك انت على هاد الكريديات؟ مالك مالك؟ هو الكريدي ديال الحلال ومكروه، اما الكريدي اللي فيه الربا مصيبه عظيمه. فرمضان شهر فعلا تتجدد فيه القلوب والنفوس والعقول والسلوك.